مرحبا بكم في قناة ميلينا ديليس. اليوم كما راكم تشوفوا معنا في الصورة، عندي هنايا ان غراتان تاع الفيرميسيل ولا تاع الشعرية هذيك اللي نديروها الشوربة بالخضر والطوم. هذا الوصفة ما نقولكمش، وصفة لذيذة جدا، سريعة التحضير وما تكلفش بزاف، يعني ايكونوميك. إذا حبيتوا هذه الوصفة وتشوفوا المقادير، يلا معايا نشوفوا كيفية التحضير والمقادير. المقادير تاعنا كالتالية. هنا عندي حبة بصل مقطعة إلى قطع صغيرة، عندي وحدة من كاروت ولا جزرة مرابية، عندي هنايا كابويا ولا كورجات ولا القرعة مقصة إلى بتيتة كذلك، عندي حبة فلفل هنايا اختياري، تنجمو ديرو فلفلات، تنجمو تستغنوا على الفلفلة حمراء خضراء اللي تحبوا. هنا عندي زوج خوابس تاع الطون اويل، عندي زيت زيتون، عندي شويه زعتر، عندي هنا فلفل اسود. هنا كما راكم تشوفوا ما استعملتش بزاف لي زيبيس، عندي هنا شويه ملح، عندي زيتون، انا هنا عندي زيتون اسود مقطع الى شرائح، عندي هنا قزبر ومعدنوس. وبلا ما ننسوا بيان سور البلا تاعنا برينسيبال هو هذا تاع بالفيرميسيل، سي دي بات بالفيرميسيل ولا كما حنا نقولها شوربه في الغرب الجزائري نقولها الشوربه. اللي راني ديجا مغلياته في شويه ماء وشويه حرور شويه ملح، ودرت لها شويه زيت خليته حتى اللي طرا شويه، طفيته صفيته وخليته يقطر. يلا الان نفوتوا الى كيفيه التحضير. خديت هذه المقلات، درت فيها شويه زيت، خليته يسخن شويه. غادي ننزل هذه البصله، نديروا الاولى البصله اللي تنزل لنا شويه، من بعد نديروا الخضر هكذا ونبقى نحرك حتى اللي تنزل لنا شويه البصله، ندير لها شويه ملح. وهنا بين قوسين الملح خاصكم ما ديروش بزاف حتى تذوقوا وتشوفوا، باسكو الطون فيه والزيتون فيه الملح كذلك. والشوربه راني مغليتها بالماء والملح شويه ملح. دونك الملح vous faites très attention à faire et à mesure انتما تزيدوا وتشوفوا. انا هنا غادي نخليها حتى تنزل لي كامل البصله بيان كوم يفو باش نزيد لها هذوك الخضر. هنا كما راكم تشوفوا البصله بدات تنزل لي شويه، غادي ندير الجزر ولا لا كاروت ولا الزروديه كما حنا نقولوا، ونبدا نحرك هكذا. ونزيد هذوك لي كورجيت ونزيد الفلفله ونخليهم يتقلاو في رحبه مع بعض. فوالا شوفوا هذوك الالوان الجميله ما شاء الله، لي كولور تاع الخضره ما شاء الله. هكذا نخلو حتى هذيك الخضره كامل طيب لنا وتنزل لنا شويه عادك باش نزيدو هذاك لو طون. هنا نبقاو هكا نحركو. انا هنايا غادي ندير لها هذوك التوابل لي زيبيس، غادي ندير شويه فلفل اسود ولا كيما نوار ولا البزار ولا كيما تحبو تقولو له، نزيد لها شويه هاد الزعتر لو طون. فوالا يدون ان بون غو اوسي في لي غراتان. كيما قلتلكم هاد لو غراتان مليح، انا تبان لي وجبه كامله، ان روبا كومبلي، باسكو فيه لي ليغيم، فيه لي بات هادوك النشويات، وفيه حتى البروتينات. غادي نديرو لها بخي نديرو لها صوص بيشاميل، فيها الفخوماج، فيه الطون، ما شاء الله. سي فيت في اي بيان في كيما يقولك. انا غادي نخلي هذه الخضره تتقلى شويه ونعاود نلتقي ان شاء الله. هيا بعد ما الخضره تاعنا نزلت كذلك راكم تشوفوا، غادي هنايا نزيد هذاك الزيتون مقطع، ونزيد شويه القزبر والمعدنوس. انا هنايا درت بزاف، لاني صراحه نحب بزاف القزبر والمعدنوس.
باش نعطي هكذا لا كولور شابه ثاني. غوغاردي وهنا كما قلت لكم مع الملح تاعكم، انا زدت غير شويه ملح، ما تزيدوش بزاف باسكو كل شيء عندنا مالح، الزيتون الطون ونزيدو لا فرماج. دونك هذيك هي بيان سورفي لو سال. انا هنايا غادي نجيب الطون تاعي ونخليه بيه بالزيت تاعها هكذا، يعني ما فيش بزاف الزيت، ونضيفه الى الخليط ونبقى نحرك باش هذيك البنه تاع الطون تدخل كامل في هذوك لي ليغوم هكذا. هنايا بين قوسين تنجمو ديروا الخضر اللي عندكم في الثلاجه، كيما انايا بقات لي وحده زروديه ولا كاروت، اون كاروت، ان بوافون روج، اون كورجيت. دونك هادو كامل لميتهم ودرت بيهم هاد لو لا روسيت ولا لو غراتان تاعي. فوالا نتوما الا كان عندكم دوطخ ليغوم تبغوا ديروه كيما اللي يحب الشوفلور تاني، كذلك الجيغايه بالشوفلور، تخلطوا له الشوفلور شامبينيون اوسي. دونك انا هنايا ها هو صاي خلاص كلشي تخلط كلشي طاب، غادي نخليه في جهه ودروك ننتقل باش نحضروا ان شاء الله لا صوص بيشاميل. الان غادي نحضر لا صوص بيشاميل، غادي ندير هنا زوج مغارف ولا دو كويير دو بور، خليهم حتى يدوبوا هنايا، عفوا حتى يدوبوا كامل، ونخلط لهم لا فارين. فوالا هكذا ندير لهم زوج مغارف تاع الطحين لا فارين، ونبقى نخلط حتى ندير لو غو تاعي. فوالا نطيبها شويه هكذا باش هذيك الريحه تاع الفرينه تمشي ما تبقاش فيها. نزيد لها نصف يوطرو ولا نصف لتر، ان دومي لتر دو لي، ونبقى نخلط. انا هنا غادي ندير لها دو ولا تخوا بورسيون دو فرماج، فرماج ولا الجبن المثلثات، ولكم الاختيار تبغوا ديروا لها تبغوا ما ديرولهاش، لكم الاختيار. ندير لها شويه ان بو دو بوافر نوار ولا البزار ولا الحرور، ونزيد لها شويه ان بو دو نوا دو موسكات. اوي لا جون اي في ان بو ترو لا، درت بزاف مي بون. فوالا نخلطها هكذا ونخليها تعقد لي، وانا دائما في التحريك باش ما ديليش هذوك لي غرومو وما تلصقليش من تحت وتنحرق لي لا بيشاميل. هنايا شوفوا لا بيشاميل تاعي بدات تعقد لي خلاص. هنايا غادي ندير لها هذوك لي 3 بورسيون دو فرماج كيما قلت لكم، ولا اللي عنده فرماج غابي ولا فرماج روج ينجم يدير، ولا اللي ما يحبش يدير يستغنى عنها بتاتا، معليش ما دير ما تاثرش يعني في الوصفه تاعنا، شوالا تعطيها البنه اكثر فقط. وما نسوش نزيدوا لها شويه ملح، انا هنا كنت دايره وغادي نزيد لها غير شويه ملح هكذا. فوالا ها هي لا بيشاميل تاعي راهي واجده، هذاك الفرماج خلاص دار لي هنايا، غادي نطفي عليها ونبقى دروك غادي نروحو ننتقلو باش نديرو لو مونتاج تاع ولا لا فينيسيون تاع لو غراتان تاعنا. اوب هنايا ديت هذاك الفيرميسيل تاعنا ولا الشوربه تاعنا، درتها في هاد لو ريسيبيون، غادي ننزل عليها
هاد الخضره كامل نخلطها. ونبقى نخلطها كامل هكذا. وهنا فيرميسيل ما قلت لكمش المقادير، انا هنايا راني دايره 200 غرام تاع الفيرميسيل، وانتم على حساب الافراد تاع الاسره تاعكم. انا نخلط هكذا مليح باش تشرب لي هذيك الخضره وهذاك الطون. انا ونزيد لها شويه البيشاميل هكذا، ونخلي البيشاميل الاخرى الباقيه باش نديرها على سطح ولا الوجه تاع الكغاتان تاعنا. فوالا هكذا، شوفوا هنايا خديت هذا الصحن اللي يمشي للفرن هذا لو مول، ودهنته بشويه زيت، وغادي نقلب كل شيء هنايا. فوالا فوالا نشوف هكذا نساويه. ونديرو فوقه هذيك لاصوص بيشاميل ونديرو في الفرن. انا هنا بقات لي شويه غادي نديره في ان مول انديفيدوال. هكذا ديرها كاع هكذا فوق السطح. الرائحه راهي هنا ما شاء الله، جربوها غادي تعجبكم هاد لا غوسيت. سي فيت في بالخف ديروها، وما تديلكمش بزاف المقادير كما راكم تشوفوا، وتختلف على هادوك لي غراتان دو بات اللي مدارين نديروهم هكذا. فوالا غادي نجيب لو فرماج تاعي ونديرها فوق هاد البيشاميل، وندخلها الفرن على درجه 180 درجه. نخليه غير باش يتحمر لي هاد البيشاميل تحمر لي ولو فرماج، ونحيه. ها هي الوصفه تاعنا بعد اللي طيبتها، قلت لكم شعلت لها من الفوق والتحت وقربتها شويه في الفوق باش تتحمر لي. يعني هنايا كل شيء طايب في طايب. هنايا غير درت لها شويه لو فرماج غابي ودخلتها للفرن وطفيت هذاك التحت، خليتها غير من الفوق باش هذاك لو فرماج يتحمر لنا، ولا بور بروندر هاد لا كولور ان بو مارون هكذا. راكم عارفين لي كراتان كاع يجونا هكذا محمرين. ما بقى لي غير نقول لكم كيما موالف، شكرا على التشجيعات تاعكم، لي كومونتير لي يدخلوا ديريكتومون في القلب ويشجعوني. Vous m'encouragez, franchement, vous m'encouragez à faire plus et à vous partager des vidéos et à faire des efforts. Ma parler ringul kom, mettez-vous de partager ham à sahab kom ou habab kom ou li mazal m'acheter kouch m'ana, y'acheter kouch la canet mailine dilis. ومتنسوش تفعلوا جرس هذاك الجرس الصغير باش يوصلكم كل جديد من قناة ميلينا ديليس. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، والى اللقاء في وصفة اخرى من وصفات ميلينا ديليس. مع السلامه.